عندما كان صوت رصاص الإرهاب يصدح في الجزائر، كان الشاب حسني يغني عن الحب والأمل. هذه السيدة كانت أول من رآه بعد تلقيه رصاصات الغدر. صح أنا صوت الحسني هنا يا مردح ما والو طاح، ميشا كي قتلوه قتلوه ما كاش ما زغتش، صوت الزبود والدم خرج له منا ومن راسه. غطيتي انت؟ غطيت، خلص لداري قلت للولاد جيبوا لي مقرون، جيبوا لي مقرون نقيس عليه ما نخلوش عريان، قاسوا لي جلابة تاع بنتي والسلسلة تاعها في فمه. حسني بصوته وكلماته التي تحكي مآسي وطن كان يئن تحت وطأة الإرهاب استطاع أن يتربع على عرش الأغنية العاطفية. لا يمكن تعويض حسني، مستحيل، سواء تعلق الأمر بالمغنيين الشباب الذين جاءوا بعده أو من الناحية الإنسانية. بالنسبة إلي حسني هو باري وايت الجزائر. الشاب حسني لم يدرس الموسيقى، كان يغني بطريقة عفوية. في أوج تألقه كان يصدر أغنية كل شهر. عبد القادر الذي كتب له الكثير من أغانيه يتذكر تلك الأيام. ما كانش حنا نقولوا عندنا ديجا نيكول ونروح لمكريبيتو، طلعت لوكازيون تاع نيديو تاري عمر ستيديو، تلاقوا تما غير بالليل فهمني، لكم تاك تما غير تما نقول لك تما حنا غير الليل تما غير الليل نتلاقوا ندير شي حاجة نبرمجوا حاجة غدوة انا في ستيديو انا خدامين نورمال. رغم مرور 20 عاما إلا أن عائلة الشاب حسني تطالب بفتح تحقيق جديد للكشف عن ملابسة اغتياله.